عندنا خبر كده، بعض الاخبار نحطها جنب بعضها وما ينفعش نشوفها غير مع بعض. خبر الاول نقلا عن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج. نيفين القباج صباح اليوم قالت انها عملت لجنة لإدارة المشروعات المتوسطة، وقالت عندنا اولويات لمنح معاش التكافل والكرامة حتى لا يتحول هذا المنح لإحسان دائم ومستمر. ايه هذه الاولويات؟ ان احنا لو عندنا شاب عنده 30 سنة ما ينفعش نديله اي ضمان او اي اي مساعدة من الدولة. في نفس الوقت اللي كانت بتقول كده الست الدكتورة الوزيرة، كان عندنا جريمة بيتم الكشف والاعلان عنها لاول مرة. الجريمة دي واحدة ست جات من احد المحافظات عشان ترمي ولادها في النيل. مرأة جاية من عزبة هجرس التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية ومعاها طفلتين، واحدة عمرها سنتين والتانية عمرها 8 سنين، وراحت على كوبري قصر النيل رمت الأولى وماتت، وبتحاول ترمي التانية لولا أن الناس شافوها قبضوا عليها. والسبب قالت أن جوزها ما معهوش فلوس يصرف عليها، فكانت متخيلة أنها لما تقتل ولادها فبهذه الطريقة يبقى هي كده إيه حمتهم من مستقبل هيعيشوا فيه في الفقر. ده بنرد بيه على كلام الوزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي. في نفس الوقت كان في أيضا شاب من أحد محافظات الجمهورية من محافظة الشرقية بيعرض ولاده الاثنين للبيع. شاب سيد سالم أو سيد سالم أحد المواطنين كتب على حسابه على فيسبوك وقال ولد وبنت للبيع، إسلام ومريم، إسلام تاني إعدادي ومريم 5 ابتدائي، سبب البيع مش عارف أأكلهم ولا لبسهم ولا عالجهم، للبيع للبيع، أبيعهم أحسن ما أقتلهم وأدمر حياتهم للبيع، أنا خلاص بقيت مريض نفسي بسبب الظلم والقهر والجبروت، ولادي للبيع، سنة ونص من عذاب وقهر، وكل ما تيجي الدنيا تضحك لي يجي واحد من أهل المال والسلطة يقول لي أنتم حشرات وصراصير. للبيع بجد في زمن المسخ، أنا بقيت أخاف أمشي في الشارع من كتر الديون، وآخرها فصل الغاز عن شقتي، حد شاري قبل ما تموت البضاعة. ده كلام مواطن مصري بيبيع ولاده في الوقت اللي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقول إن المساعدات مش هتبقى إحسان لحد، أي حد سنه تحت 30 سنة، حتى لو كان فقير، حتى لو كان عاجز، حتى لو كان محتاج، حتى لو كان مش قادر، ملهوش عندنا حاجة ومش هنديله ولا مليم. والمواطن بيرمي ولاده في النيل، واحد تاني بيبيع عياله من الفقر والعوز وقلة المال.